قبل يومين كنا نشوف كنت معاك في التمرين، شفت حاجة عجبتني قوي، ودي مش جديدة على الأهلي ومبادئ الأهلي وقيم الأهلي. وليد سليمان كابتن فريق الأهلي يهدي ميدالية البطولة، ميداليته هو الخاصة فيه، يهديها لرئيس النادي في مشهد جميل بصراحة. شوف أما كلهم الحقيقة أنا بعتز بهم كلهم، يعني كلهم ولادي يعني. وليد يعني عمل شيء أنا بشكره جدا، بس أنا مش موافق عليه، لأن الميدالية دي حقه وحق أولاده، والميدالية دي يعني إن شاء الله تكون وصلت له دلوقتي هي وهدية، لأن ده لازم يعلقها في بيته، لازم أولاده يفرحوا بيها، ولازم أحفاده بعد كده يفرحوا بيها ويفخروا بيها. الحمد لله ربنا رزقني بالميدالية دي أكتر من مرة، لازم يحطها في دولاب. لكن المشاعر دي مش بس وليد، لما الاقي كل معظم اللعيبه اللي كلهم بيبقى كابتن احنا بنشكرك يعني، مجرد المشاعر دي خلاص، هو ده اللي بالنسبه لي افضل حاجه انا، دي هديتي انا الخاصه يعني. لكن الميداليه بتاعت وليد، بتاعت ولاده، بتاعت احفاده، يسعد بيها هو وان شاء الله واسرته لاخر العمر يعني. واكون متواجد واهدى حضرتك الميداليه دي قدام الناس كلها في الاستاد، علشان احنا كلاعيبه كنا متحملين مسؤوليه نفسنا والفرقه، لكن حضرتك كنت تحمل مسؤوليات حاجات كتير جدا، واكتر حد فينا كنت شايل حمل تقيل، بس ربنا ما عوضش ان انا اكون موجود في النادي. قلت ده لحضرتك. طب لا خلاص انا كده لا لا والله لا والله انا عندي امتحان، بس دي مننا كابتن. Thank you.